وحدتك قلبي لا تتخلى عن عينك الرؤية الرابعة عطاني إياها بكانون الأول 2012 كنا مجموعة قادة كنائس في كان عندنا مؤتمر ورب ثقع قال بأنه نبدأ بمشروع حفر الآبار طرحنا هذا المشروع بكانون الثاني على كل المطارنة واللجان الكنسية قالوا حلب ما هي عطشانة وما فيها مشكلة مياه بنوب أصرينا أنه يكون في مشروع حفر الآبار لأنه هذا كانت الرؤية واضحة لإلي جدا جدا مثل ما أنا شايفك وشايف الجمهور فطرحنا الفكرة كمان بشباط وآدار آخر شيء بنيسان بعد إصرارنا أحد المطارنة الأرمن الأرثوذكس قال يا دكتور تعال نحط إيدنا بإيدك ونحفر أول بير وحفرنا أول بير تاني بير وبعدين صاروا كل الطوائف الثانية والمطارنة يتصلوا فينا أول ما خلصنا 20 بير كان بآدار 2014 صارت أزمة المياه ودخلت حلب في أزمة رهيبة جدا عطش رهيب جدا وكان المصدر الوحيد لمعظم المناطق اللي نحن عايشين فيها كانت مرتاحة لأنه كانت كل الكنائس وكل الأديرة موجودة فيها آبار فاستخدمت وقتها تقريبا ربع مليون طن يوميا كانت تعطي آبارنا للشعب وأكثر من 200 ألف شخص كانت تستفيد من الآبار 200 ألف شخص يوميا استفادها بغض النظر عن الخلفية إسلام أو مسيحيين كلهم كانوا وكل الكنائس خدمت هذا المياه للناس بشكل أنه كل بير كان جنبه في كاهن أو قسيس أو راعي كان بيعطي البركة وكانوا بيجوا بيقولوا بدونكم كنا نحن متنا من العطش كانوا بحولوها إلى رسالة حقيقية بدون الرب يسوع اللي هو ماء الحي اللي هو بيعطيكم كانت فترة مميزة وبعدين الرب وسع تخومنا صار هلأ إلى الآن 36 بير اللي بخدم تقريبا بحدود نص مليون طن على مستوى كل الكنائس وفي الفترة الماضية دخلنا نحن بأزمة مياه 70 يوم تقريبا وخدمت عشرات الآلاف المئات الآلاف الناس بمناطقنا لدرجة أنه كانوا بيجوا من مناطق تانية عشان ياخدوا المياه لأنه أغلبية المياه عندنا صالحة للشرب مع عندنا محطات تنقية المياه بالكلور كمان وكل الخزانات إذا شايفين في عندنا الخزانات كل كنيسة فيها لا يقل بين 10 إلى 15 ألف لتر يعني تقريبا بين 10 إلى 15 طن إذا ضربناه نحن بـ 36 صار عندنا فوق النص مليون طن مياه صالحة للشرب يوميا كانت تخدم أقل شيء هذا بالإضافة إلى حفر الآبار الرب عطانا رؤية تانية وهي كانت الرؤية المميزة مع حفر الآبار هي وحدة نقل المياه وحدة نقل المياه فهلأ عندنا نحن 35 وحدة نقل مياه بتعبي من الآبار تبعيتنا أو عندنا أولوية حقيقة للمياه توزيع المياه أولا البيوت اللي فيها أرامل الثانية البيوت اللي فيها أطفال ثالثا البيوت اللي فيها عجزة يعني العمار فوق 65-70 سنة ما بقدروا ينزلوا رابعا البيوت اللي فيها مرضى وخامسا وهذا أكثر شيء صاير البيوت اللي هي طابق الخامس لأنه صعب أنه ينقلوا المياه فكنا نخدم تقريبا يوميا كل وحدة نقل مياه كانت بتخدم بين 10 إلى 15 بيت يعني تقريبا نحن قدرنا نخدم بحدود 8000 بيت أسبوعيا من المياه الشرب غير اللي الناس اللي كانت تيجي تاخذ فخدمة المجتمع اللي هي نحن سميناها مشروع إسحاق لأنه إسحاق في العهد القديم نحن نعرف بإسحاق 26 بالسفر التكوين اللي أسس فكرة حفر الآبار حقيقة هالخدمة خدمت كتير من الناس وهالوحدتين اللي نحن عاملينها حفر الآبار مع وحدة نقل المياه هي اللي عطت تميز خاص أمام المجتمع المسيحي والإسلامي لأنه نحن ما بنحط حدود وفتحنا كل الآبار أنها توزع المياه من آبارنا إلى المحتاجين لبرا فهذا المشروع اسمه مشروع خدمة إسحاق اللي هي كتابية 100% ميلادك
بالشرق بالسلام.